هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك. برج الحمل بيستدرجك احد الاشخاص لارتكاب الاخطاء، ولكنك بتكون حاضر وجاهز لردع اي خطوات بغير محلها. تلعب ثقه الحبيب فيك دور كتير هام وحاسم بتفادي مشكله كتير كبيره. برج الثور ما تكون متردد بقراراتك، بل على العكس فكر وكن جازم، فهالامر بشكل دليل ضعف وليس بمصلحتك. ما تستعجل الحلول وتستبق الامور، فكل شيء بيجي بسرعه بيروح بسرعه. برج الجوزاء بيمتاز يومك بانطلاقه سريعه وغير متوقعه، بتكون قادر على القيام بمهام جديده وكانه الحظ عم يضحك لك. بشكل اليوم الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جريئه بعلاقتك العاطفيه، كن شجاع وخلي مخاوفك جانبا. برج السرطان بتنطلق مجددا وبتبدا اعمالك بقوه وعزيمه، فما تلين وتابع وثابر والنصر حليفك مهما كانت حركه الكواكب. خصص المزيد من الوقت لممارسه بعض النشاطات الرياضيه برفقه الشريك، فهالامر بيساعد على انعاش العلاقه. برج الاسد بتعالج بعض الامور بطريقه ايجابيه ولافته، وبيمنحك هالاسلوب الجديد ثقه الاخرين وبيطلق العنان لارادتك الحره. تحتفل بعودة أجواء المغازلة بينك وبين الشريك، وبتميل للمغامرات العاطفية والغوص بمشاعر العشق والحب. برج العذراء تعترض طريقك بعد العقبات الطارئة، وبتواجه مشروع بتعدل عليه الكتير. ما تتوقع من الشريك التجاوب لضغوط خاصة بيتعرض لها، الأمر اللي بيدفعك للاهتمام فيه وتقديم كل الدعم المعنوي. برج الميزان بتكون طواق للعمل السريع، وبتميل لاتخاذ قرارات جريئة ومتسرعة ببعض الأحيان. استمع للإنذارات اللي بيعطيك إياها جسدك. تشعر بأنه الشريك متطلب بعض الشيء اليوم، الأمر اللي بيتطلب منك جلسة حوار لوضع النقاط على الحروف وحتى شرح أوضاعك المالية. برج العقرب بتسجل العديد من النقاط لمصلحتك على الصعيد المهني، وذلك بسرعة وسهولة غير متوقعة، وببساطة بتستحق التهنئة. سوفيليستاسيون، بيقول المثل العفو عند المقدرة، وانت سائر على خطاه مع الحبيب، الأمر اللي بيقربك منه وبيرفعك بنظره. برج القوس بتقدم للزملاء عمل هام جدا، الأمر اللي بيبقى بذكرتهم لرد الجميل عند أول فرصة. بتحاول خلق ما هو جديد ومختلف بعلاقتك مع الشريك، الأمر اللي بيعود عليك بالنفع على الطرفين. برج الجدي بتلاقي بعض الراحة اللي إلك فترة عم تبحث عنها بأجراء الطبيعة، لما بتبتعد عن ضوضاء العمل ولو لساعات معدودة. بتقوم بالرد السريع والحاسم مع الشريك دون أي تردد أو حتى أخذ الوقت بالتفكير. برج الدلو ضاعف جهودك أيها الدلو، فالفرص والأبواب مفتوحة أمامك لإثبات نفسك وحتى جدارتك. سير الوضع وما تعقد الأمور بينك وبين الحبيب، وكون متفائل بمستقبل علاقتك العاطفية. برج الحوت تشعر بالارتياح والطمأنينة، وتحاط بالأصدقاء المخلصين اللي بيلعبوا دور هام بتطور أعمالك، وخصوصاً إذا كانوا من مواليد برج الدلو. تشتد الأضواء عليك وبتخطف جميع الأنظار، وبتصبو للشراكة العاطفية الحب والأمان. أرهوار. هوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.